رح نحكي عن الانتي هايبرتنسيف دراجز. لو اجينا على الانتي هايبرتنسيف دراجز واللي عاده نعملهم كلاسيفيكيشن بناء على الميكانيزم اوف اكشن، في عندنا خمس مجموعات. في مجموعه الديوريتكس، الانجيوتنسين كونفرتنج انزيم انهبيترز، انجيوتنسين 2 ريسبتور انتاغونست، كالسيوم شانل بلوكرز، وبيتا ادرينرجيك بلوكرز. بالنسبه للمساق عندنا رح نغطي المجموعات الاربعه الاولى، لانه اوريدي البيتا ادرينرجيك بلوكرز اوريدي انتوا اخذتوها بميديسينال 1 فما رح نعيدها، فبالتالي رح نغطي المجموعات الاربعه الاولى. واول مجموعه رح نبلش فيها اليوم اللي هم الديوريتكس. فلو اجينا على الديوريتكس بشكل عام، طبعا دكتور سريع السلايدات مو واضح، مو مبينين شيء. انا عامله شير على فكره، دقيقة شوي خلينا نشوف الطلاب مبينين. عندي مبينين دكتورة، مبينين مبينين دكتورة مبينين. اه شكله دكتور اسراء في عندك يمكن لاك تايم، هسه رح يجوا النت احيانا له دور. طيب اوكي، لما نيجي نحكي احنا الديوريتكس احنا بنحكي على كيميكلز بتزيد الريت اوف يورين فورميشن، يعني فعليا احنا بنتخلص من كميات من الووتر بالاضافه للسولت اللي بيهمنا، لانه بالنهايه البلد بريشر بيعتمد عندي على اللود وعلى الريزيستنس، فبالتالي احنا بنتخلص من الفوليوم من الووتر لما نعمل نستخدم الديوريتكس. لو اجينا بس بنظره سريعه نتذكر بشكل سريع احنا الفكره اللي بتصير عندنا بالكلى. احنا بالكلى في عندنا ما يسمى بالنفرون، او بترجموها بالعربي الوحده الانبوبيه الكلويه. النفرون عاده بتتم عمليه الفلتريشن للبلد، فبالتالي بيصير في يعني زي اكسكريشن للووتر بالليمون تبع هاي النفرون. لكن ليتر اون بعد ما يصير عمليه الفلتريشن خلال عبور الووتر والصوديوم والسولت بشكل عام، حتى الجليكوز في بعض الاشياء بيصير لها ري ابزوربشن مره ثانيه. فلو اجينا على المناطق، في عندنا البروكسيمال كونفوليوتد تيوبيول، في عندنا لوب اوف هنلي، في عندنا الديستال، في عندنا الكولكتنج دكت. فبالتالي عمليه الري ابزوربشن يعني بترجع المي اللي صار لها فلتريشن والسولت مره ثانيه. الفكره هون بالديوريتكس انه هذا الشيء تمنعه، فبالتالي رح نلاقي الديوريتكس بتشتغل بالبروكسيمال كونفوليوتد تيوبيول على سيرتن تارجت بحيث انها بتمنع هاي العمليه. فاذا منعنا الري ابزوربشن يعني معناها الووتر رح يضل موجود بالليمون هون بالنفرون، وبالتالي بيصير له اكسكريشن، فهون بنزيد الريت اوف يورين فورميشن. هسا بالنسبه عندي للديوريتكس لو اجينا على تصنيفاتها، هسا الديوريتكس في انواع كثيره منها وفي طرق كثيره بالكلاسيفيكيشن ممكن انه احنا نستخدمها لما نحكي عن الديوريتكس. اول كلاسيفيكيشن ممكن انه احنا نقسم الديوريتكس بناء على الميكانيزم اوف اكشن الهم. فمثلا انا في عندي اوزموتيك ديوريتكس، في عندي كاربونيك انهايدريز انهبيترز، هدول كلهم بالنهايه بيشتغلوا بنفس المبدا لما بنحكي احنا الديوريتكس بيزيدوا الريت اوف يورين فورميشن. لكن الفكره كيف بيعملوا هذا الشيء بيختلف اللي هي الطريقه او التارجت اللي بيشتغلوا عليه. فممكن انه احنا نقسم الديوريتكس بناء على الميكانيزم اوف اكشن، ممكن احيانا نقسمهم بناء على الكيميكال كلاس يعني بناء على الاستراكشر تبعهم. فلو بحكي ثيازايد او ثيازايد لايك هون بتطلع على الاستراكشر لهم، كمان اوريدي رح يكون لهم ميكانيزم يا بتكون مشابهه مثلا للكربونيك انهايدريز او مختلفه، فرح نشوف احنا كل واحد كيف بده يشتغل الميكانيزم له. في عندي اللوب دايريتكس، هون التصنيف بناء على السايت اوف اكشن، يعني معناها هدول الدايريتكس رح يشتغلوا على تارجت، هذا التارجت مينلي موجود باللوب اوف هنلي اللي احنا حكيناه وجزء من النفرون واللي بتصير في عمليه الري ابزوربشن. ممكن عندي كمان الالدوستيرون انتاغونست اللي هو المينيرالوكورتيكويد ريسبتور انتاغونست، هذول ممكن كمان نحكي تقسيمهم بناء على الميكانيزم اوف اكشن، يعني هون انا ديفينتلي بحكي على الالدوسترون ريسبتور. ممكن احيانا يكون التصنيف بناء على الافكت اوف نيورين كونتنت مثل البوتاسيوم سبيرنج دايريتكس، يعني نفسهم هدول حتى الالدوستيرون انتاغونست هم بوتاسيوم سبيرنج دايريتكس، يعني معناها بحافظوا على البوتاسيوم، ما بطلع عندي البوتاسيوم باليورين برجع على الجسم. فبالتالي بغض النظر عن التصنيف لما نيجي نحكي كلهم ينتموا للمجموعه الكبرى اللي هي الدايريتكس، كلهم بيعملوا على زياده الريت اوف يورين فورميشن. كيف بيشتغلوا؟ هسا فعليا رح نشوف بناء على كل جروب والميكانيزم لها. فلو اجينا على اول مجموعه اوزموتيك دايريتكس، لما نيجي نحكي اوزموتيك
related للأوزموسيس. فلو إجينا نقارنها بالواقع، لما أنا بحكي أوزموسيس أصلاً شو الخاصية الأسموزية؟ شو معنى أوزموسيس بشكل عام؟ الانتقال من الضغط العالي للواطي، المي طبعاً. هي مش الضغط، يعني هي فعلياً إنه المي وين بتنتقل، وبدنا نجي نحكي على الconcentration of solute وين بيكون عندي انتقال الواتر. المي بتنتقل من التركيز القليل للتركيز العالي. التركيز العالي بالصوت، يعني إذا أنا كان في عندي طبعاً يعني لازم يكون الخاصية هاي ما بتصير إلا إذا كان في عندي semi permeable membrane موجود ما بين هدول التو solutions. يعني لو كان في أنا عندي تو solutions فيهم solute معين مدوبينه وكان موجود عندي بيناتهم semi permeable membrane، واحد كان في عندي تركيز السوليوت لو واحد كان تركيز السوليوت هاي. هون طبعا ما بحكي على تركيز الووتر، احيانا بيقيسوها بانه بالووتر التركيز عالي، فبالتالي هسه انا بحكي على انتقال جزيئات الووتر من التركيز الاقل الى التركيز الاعلى. طيب لو اجينا هسه نطبق هذا الاشي على فكره الاوزموتيك دايرتكس، يعني احنا الفكره شو حكينا؟ احنا حكينا دائما في عندي بالنفرون عمليه فلتريشن، بيجي البلود بصير فيه فلتريشن، بيطلع عندي الووتر بيروح على الليمون تبع النفرون. فبالتالي هون طبعا بالنسبه لنا اللون الاصفر هون بدك تفترض انه هاي هي الليمون، يعني الشيء الداخلي تبع النفرون، وهون عندك اللي هو كان البلود. هسا فعليا حكينا بعد ما تصير عمليه الفلتريشن بالوضع الطبيعي دائما جسمنا بيرجع بيعمل ري ابزوربشن للووتر للسولت للجليكوز، بيرجع بعيد لهم برجعهم مره ثانيه على الدم. لو اجينا على فكره الاوزموتيك دايوريتكس كيف بدي اطبقها بناء على الاوزموسيس اللي حكيناها قبل شويه، شو الفكره هون تتوقع انها تكون؟ كيف رح يشتغلوا؟ يعني وين لازم يتجمعوا هدول؟ يلا يا جماعه حدا يفتح المايك ويحكي. في اللومن وين حيتجمع؟ اللومين اللي هو ايش؟ لما احكي انا الليمون يعني بداخل النفرون، يعني انت بتحكي يعني هون لو اجينا اخذنا A وB تتوقع وين رح يتجمع حتى اجبر انه الميه اتخلص منها ويصير في عندي عمليه دايرسيس؟ ايه فبالتالي الفكره هون انه هدول المركبات رح يجوا، يعني معناها انه لما بتصير عمليه الفلتريشن رح يطلعوا هدول المركبات رح يروحوا عندي ويصيروا في داخل النفرون. هسا شو رح يعملوا؟ تركيزهم شو رح يكون متوقع انه يكون عالي؟ اذا صار التركيز هناك عالي شو بدي يجبر المي هسا؟ انها عندي شو بدي يجبر المي؟ بالاوزموسيس انها رح تروح باتجاه اي تركيز؟ باتجاه التركيز الاعلى، باتجاه التركيز الاعلى، وبتمنع انه المي يعني خلص المي ما رح ترجع بالاتجاه المعاكس. فبهاي الحاله وين رح تضل المي متجمعه عندي؟ بداخل الليمون تبع النفرون. وبهاي الحاله معناها اذا انا ما رجعت صار عندي هاي المي طلعت وما رجعت منها كميات على الدم، وين رح تصفي بالنهايه؟ رح تخرج خارج الجسم ويطلع عندي باليورين. فبالتالي الفكرة تبعت الأوزموتيك دايوريتكس إنه هدول الدايوريتكس رح يصير لهم فلتريشن، بدخلوا عندي بالنفرون بصير في تركيز عالي لهم، الووتر بنجبر إنه يروح باتجاه التركيز العالي لهذا السوليوت، ما رح يصير له مرة ثانية يرجع بالاتجاه المعاكس، وبالتالي أنا رح أتخلص من كميات كبيرة من الووتر. هسا شو اللي بيحفز هذا الإشي؟ فعلياً انه هدول المركبات هسه رح نشوف الاستراكشر تبعهم. هدول المركبات واحد مثال عليهم المانيتول. المانيتول لما بتجمع هون هسه في عندي فرصه انه يرجع مره ثانيه، صح؟ مش في انا عندي حكينا بعد الفلتريشن في عندي فرصه ري ابزوربشن مره ثانيه، لكن فعليا هذا المركب ما رح يكون عنده فرصه انه يرجع مره ثانيه، يعني رح يضل متجمع هون. فبهاي الحاله بيجبر انه الووتر يضل موجود عند التركيز العالي، وبهاي الحالة بتخلص من كميات كبيرة من الووتر. شو اللي بمنعه إنه مرة تانية يرجع على البلد؟ هسه رح نشوف بناء على الستركشر الموجود. لو طلعنا على الستركشرز لهدول المركبات، طبعا هاي عندي المانيتول اللي حكينا المثال عنه، طبعا هون مرسوم على شكل فيشر بروجكشن، وبالبرزنتيشن الآخر اللي هي لاين ويدج داش لاين
اللي هو عندي الـ representation، في عندي السوربيتول وفي عندي الايزوسوربيد. لو اجينا طلعنا هدول المركبات شو الصفة العامة المشتركة بيناتهم؟ إذا بدي أجي أصنفهم OH، يعني معناها في many OH، شو معناها؟ شو بنعكس على صفات المركب؟ يقدروا يعملوا هيدروجين بوند. طيب هيدروجين بوند مع مين رح يعملوا؟ مع الووتر. طيب شو معناها بما أنهم بيعملوا هيدروجين بوند كتير مع الووتر، شو بصنفهم بناء عليها؟ يكون أسيدك. لا استنوا هسا، أسيدك وين؟ أسيدك وين الجروب الأسيدك؟ الألكوهول صحيح هو أسيدك، بس قديش البي كي إيه للألكوهول؟ هذول كلهم فيهم ألكوهول نيوترال. قديش هو نيوترال؟ ما حيكون أسيد، بالتالي حيكون ووتر سوليبل، بس لأنه كونه بيعمل هيدروجين بوندينج. هو لا هو مش نيوترال، هو دائما الألكوهول إحنا بنعتبره أسيدك كومباوند، بس لما بنحكي على بي كي إيه 16 بالأدوية ما بتف يعني ما يعني إحنا نعتبره إنه ما رح يصير له أيونيزيشن نهائيا. فهنا ما في صفة أسيد بيس، هنا الصفة زي ما حكيت وبيعمل هيدروجين بوند. لما بيعمل هيدروجين بوند كتير مع الووتر دائما بنحكيها إنه كل ما زادت قدرة المركب على إنه يعمل هيدروجين بوند مع الووتر، يعني معناها بده يصير مور هيدروفيليك. فالصفة المشتركة بيناتهم إنه هدول المركبات بقدر أقول بولي أول، يعني معناها فيهم many OH groups إذا بنطلع عليهم. هدول المركبات highly hydrophilic. والإشي الآخر إذا تطلع المركبات، هل تتوقع المولكيولر ويت إلهم عالية ولا منخفضة؟ منخفضة. هي low molecular weight. فبهاي الحالة هدول المركبات بهاي الصفات لما يكون مركب highly hydrophilic وإله small molecular weight، فعليا لما أنا باخد هذا المركب وين بده يصير له distribution سريع وبشكل كتير كبير بناء على صفاته هاي؟ لوين بده يصير له distribution؟ يورين للكدني، رح يروح للكدني بشكل سريع. لهيك هدول المركبات خاصة المانيتول والسوربيتول بيستخدموهم بحالات الإميرجنسي، بينعطوا اي في عشان اذا بدنا نعمل دايروسيز وننزل الضغط للمريض. واحدة من يعني الاحتمالات اللي ممكن تستخدم، في ادوية كتير طبعا بحالات الإميرجنسي، واحدة منهم هدول الادوية. فبينعطى انجكشن، طبعا بسبب انه هذا المركب هايلي هايدروفيليك لو مولكيولر ويت رح يصير ديستريبيوشن سريع على الكدني. فإذا صار الديستريبيوشن وتجمع بداخل الليمون للنفرون، فبهاي الحالة بنجبر إنه الووتر ما يرجع يصير له ري أبزوربشن، ممكن ووتر كمان يصير له بالاتجاه المعاكس باتجاه الليمون للنفرون. فمعناها بهاي الحالة الووتر فلو ريت رح تصير أعلى، رح يصير اللي هو الريت أوف يورين فورميشن. طيب هدول المركبات بناء على هذا الإشي اللي حكيناه، شو لو سألتك شو التارجت تبعهم؟ لما بحكي أنا دائماً الدرج إيفنت بيعتمد على فارماكو كيناتيك وفارماكو دايناميك. الفارماكو دايناميك إحنا بنعرف بيعتمد على الانتر أكشن ما بين الدرج وما بين التارجت. لو سألتك هذا التارجت تبعهم وين؟ هل في تارجت هون عندي؟ هل في فارماكو دايناميك فيز هون؟ هل في انتر اكشن بيصير مع التارجت؟ ما في تارجت دكتور، هون ما في تارجت. يعني هون احنا اعتمدنا على ايش؟ اعتمدنا على الفيزيكو كيميكال بروبرتيز لهذا الدرج، انهم هدول المركبات هايلي هايدروفيليك سمول مولكيولر ويت، وبالتالي بناء على هاي الصفات رح يصير لهم ديستريبيوشن سريع للكدني. متى ما صار لهم فلتريشن حكينا ما رح يصير لهم ري أبزوربشن مرة تانية بسبب الهاي بولاريتي الموجودة فيهم. فبناء عليها بسبب هذا الاشي رح يكون زي فيزيكال إفكت، إنها بنحكي على أوزموتيك إفكت. فبهاي الحالة أنا هون ما عندي تارجت، ما بحكي قاعدي على انتر أكشن مع تارجت، ما في انتر أكشن ما بين الدرج وما بين البروتين. إحنا اعتمدنا فقط هون فيزيكال أكشن، إنه هدول المركبات بسبب الخواص تبعتهم رح يعملوا اللي هي مبدأ الأوزموسيز، وبالتالي الووتر رح يضل موجود عندي ويطلع ويزيد في عندي الريت أوف فلو لهاي الووتر، وبالتالي الريت أوف يورين فورميشن عندي زادت. طبعا هدول المركبات واحد اللي هو الايزوسوربايد ممكن يتاخد أورالي في حال إذا منعالج الجلوكوما، يعني عشان يقلل الضغط الموجود بالعين، لأنه كمان الديورتك إلها دور بضغط يعني العلاج ضغط العين، مش بس أنا بحكي على الضغط بشكل عام، وكمان عندي في حالة الجلوكوما.
فالايزوسور بايد ممكن يتاخد اورالي. السوربيتول المانيتول بتاخدوا انجكشن اي في في حالات الامرجنسي. ولو اجينا اخذنا هذا الرسم التوضيحي، لو كان عندي مريض اضطر انه نعمل له دايروسيز ونقلل من اللود اللي موجود، وبالتالي حتى نرجع الضغط للوضع الطبيعي، بينعطى المانيتول على شكل انجكشن، فبالتالي المانيتول رح يروح يصير في عندي الفلتريشن. متى ما دخل عندي هنا بهاي الحالة ما رح يرجع مرة تانية يطلع، وبالتالي الووتر هون أنا بمنع عمليات الري أبزوربشن حتى بالنهاية يضل، طبعا رح يضل موجود طول ما هو موجود بالليمون هون رح يضل يجمع معاه ووتر، فبهاي الحالة الريت فلو للووتر بتزيد. طبعا دايما الووتر بيكون معاه اللي هي السولتس، وبالتالي بيؤدي إلى أنه أتخلص من كميات من الووتر ويصير عملية الديروسيس. فهنا اللي هو physical action، مش بحكي على فارماكو دايناميك، ما بحكي على تارجت، فقط اعتمدت على صفات المركب. يعني معناها لو أنا جبت المانيتول وزدت اللايبوفيليسيتي إله وبطل فيه الصفات هاي إنه هو small molecule compound وهو highly hydrophilic، هل رح يضل إله نفس الإفكت ويقدر يشتغل as diuretic لو رفعت اللايبوفيليسيتي إله بشكل كتير كبير؟ يعني معناها لو أنا إجيت على هالOH وعملت لهم ماسكينج وحطيت عليهم الكيل جروب، هل رح يصفي الدو هذا المركب يشتغل as diuretic osmotic diuretic؟ لا دكتور، لا دكتورة أكيد لا، لأنه فعليا الأساس حكينا هو physical action، وهذا الphysical action بسبب صفاته. إذا صار في خلل بهاي الصفات definitely رح تأثر على الإفكت لهذا الدواء as diuretic. فبالتالي هاي أول مثال للديوريتكس تعتمد على الphysical action. لو إجينا هسا على دايروتكس أخرى، بس هسه صار في عندي تارجتس، يعني هون صار في عندي بحكي فارماكو كينيتيك فارماكو دايناميك، يعني في أنا عندي بروتين رح يرتبط فيه هذا الدرج وبناء عليها بيعطيني هذا الإفكت. فالدايروتك الثاني اللي كمان حق يعني عملنا له كلاسيفيكيشن بناء على الميكانيزم اوف أكشن بنسميه كاربونيك أنهايدريز إنهيبيترز. طبعا من اسمهم كاربونيك أنهايدريز، يعني معناها هدول إنهيبيترز التارجت تبعهم اللي بيشتغلوا عليه هو الكاربونيك انهايدريز. الكاربونيك انهايدريز ايش هو؟ هو عبارة عن انزيم مسؤول عن انه يعمل تفاعل ما بين الووتر وما بين CO2، واللي بينتج عنها الكاربونيك اسيد، واللي فعليا الكاربونيك اسيد في عنده فرصة الديسوسيشن، بيصير له ديسوسيشن لبايكاربونات ولبروتون. هدول الديوريتكس بيشتغلوا، إذا بنيجي نحكي على نفرون وين بالضبط بالنفرون، هما بيشتغلوا mainly ببروكسيمال تيوبيول convoluted tubules، يعني بأول يعني أول تيوبيول موجود بالنفرون اللي هو البروكسيمال القريب، هون بيشتغلوا mainly فيه هدول اللي هم الديوريتكس بيشتغلوا على الكربونيك أنهايدريز. فلو أجينا أخذنا صورة يعني فوكس أكتر على الفكره، شو علاقه الكاربونيك انهايدريز بالديوريسيس؟ لما باجي بعمل له انهيبيشن بصير في عندي ديوريسيس. فبنرجع نفس الفكره، هون انت بتحكي على الليمون اوف نفرون، فاحنا بنحكي هون على البروكسيمال تيوبيول، وبالتالي وفي عندي بالجهه المقابله اللي بيرجع عندي على البلط. لو اطلعنا على الكاربونيك انهايدريز، حكيت الفكره فيه انا انه هذا الانزيم بيجي بيعمل تفاعل ما بين الووتر، يعني بيعمل كاتاليسيز للتفاعل ما بين الووتر والكربونيك دايوكسيد اللي هو CO2، بينتج عنه اللي هو الكربونيك أسيد. الكربونيك أسيد بيصير له ديسوسيشن لبايكربونات ولبروتون. لحد هون أوكي. طيب لو تطلع على الرسمة وتقول لي طب شو علاقته بعملية الديوريسيز؟ ليش هذا يعتبر تارجت ممكن أقول إنه هو بينفع لي في علاج الضغط؟ ليش هذا الكاربونيك انهايدريز اذا عملت له انهيبيشن بصير في عندي دايوريتك افكت بناء على الرسم الموجود قدامك؟ ولانه رح يزيد الاتش بلس باللومن، فرح يصير في عمليه ثانيه مثل انه مش عارف زي عمليه معاكسه لانه حتى يعوض الزياده اللي صارت باللومن. طيب هذا لا، لو تطلعي انت على الرسم من البدايه اللي معي مين لين لوجين. طيب يا لوجين، لو تطلع على الرسم هسه بالوضع الطبيعي قبل ما يدخل الدايريتك على الموضوع، الكربونيك انهايدريز اطلعت، اذا بتطلعي رح يعمل لي اللي هو الكربونيك اسيد
نتجت عندك بروتون وبايكربونات. هسا لو تطلعي كل واحد وين راح، البايكربونات وين راح؟ على البلد. على البلد. والبروتون وين راح؟ لما بحكي هون الليمون يعني انه صار له ايش معناها اكسكريشن بالبروكسيمال تيوبيول، لكن هذا الاكسكريشن شو كان مقابله حتى يصير؟ يعني انا هون في عندي هذا يعني معناها المربع بيعبر لي عن بامب، اذا بدي افكر فيها في هون عندي بامب، هاي البامب شو عملت حسب ما انت شايفه يا لوجين؟ هي عملت دخلت الان ايه زي تعويض انه صار عندي اتش بلس كتير يعني طيب. دخلت بدال هذا الزيادة. طيب هي بالوضع الطبيعي الاتش بلس اللي بتنتج بعد ما يصير عندي عملية الديسوسيشن للكاربونيك أسيد انها بتطلع يعني بصير لها افراز باليورين معناها ومنرجع الصوديوم. هسا دايما لما نحكي صوديوم الصوديوم رح يرجع على البلد، دايما لما تفكر بالصوديوم فكر انه اي صوديوم بده يرجع، اي صوديوم كلورايد بده يرجع على الدم، شو بده يرجع وراه كمان يلحقه دايما؟ الماء. طيب هسا الفكرة لما منيجي نحكي ماشي يا لجان يسلموا يا لجان بدي شخص آخر، هسا هاي لحد هسا الوضع الطبيعي الموجود عندنا بالجسم. هسا الفكرة تبعت الكاربونيك أنهايدريز إني أنا بدي آجي أعمل له إنهيبيشن. طيب مين يحكي لي هذا الإنهيبيشن شو عمل بناء على الحكي اللي حكيناه مع لجان هسا قبل شوي؟ دكتورة تفضلي. مين معي؟ ياسمين تفضلي يا ياسمين. دكتورة هو بالحالة الطبيعية شفنا أنه بيصير في اكسكريشن للهيدروجين بتبادل مع الري أبسوربشن للصوديوم. فبالتالي لما أنا أعمل إنهيبيشن لهذا الشغل كلياته رح أزيد الصوديوم اكسكريشن ورح رح يتبعه ووتر، فبالتالي بخفف الضغط عند البيشنت. أوكي يس هو هاي الفكرة أنه الكاربونيك أنهيدريز ليش هو يعتبر تارجت لعلاج الهايبرتنشن؟ بناء على الميكانيزم اوف اكشن للكاربونيك انهايدريز لاحظنا انه فعليا الكاربونيك انهايدريز بالوضع الطبيعي اصلا موجود عندنا وبيشتغل بالبروكسيمال تيوبيول وبينتج دائما عندي اتش بلس وبايكربونات. البايكربونات بترجع عندي على البلد والاتش بلس بصير لها اكسكريشن، لكن البومب اللي بتشتغل يعني ما بتشتغل غير لما يكون عندك بروتون بتطلعه وبتدخل بداله صوديوم. هسا انا ما راح ادخل بقديش يعني احيانا بيكون عندك مثلا 2 بروتون بياخذ بداله 3 صوديوم، بس بغض النظر هاي البومب رجعت لي الصوديوم. فالفكره زي ما حكت زميلتكم ياسمين انه انا اذا عملت انهيبيشن للكاربونيك انهايدريز يعني معناها انا قللت من انتاج الكربونيك كربونيك اسيد، وبالتالي انا قللت من هذا البروتون، وبالتالي فعليا زي كانه اندايركت واي هاي البمب بطل في بروتون تعمل له يعني تبادل مع الصوديوم، فبهاي الحاله الصوديوم ما رح يرجع عندي مره ثانيه، يعني ما رح يصير له ري ابزوربشن مره ثانيه من الليمون اللي حكينا عنه هون احنا اللي دائما اللي هي داخل النفرون انه هو رايح مع اليورين. وبالتالي معناها إذا الصوديوم ما رجع رح يضل موجود الصوديوم عندي هنا بتركيز عالية، وبالتالي definitely رح ينجبر إنه يضل عندي water موجود، وبهاي الحالة أنا زدت من اللي هو rate of urine formation. فمن هون إجت فكرة إنه الكاربونيك أنهايدريز ممكن يكون good target لعلاج الهايبرتنشن. لو أجينا هسا على الستركشرز اللي إلهم علاقة هسا، إحنا بنحكي على بروتين بده يرتبط هسا فيه certain compound. أول مركب كان عندي اللي هو عبارة عن الـ antibacterial agent السلفانيلاميد. هذا السلفانيلاميد لاحظوا كانت طبعا زي دراسة على الدوغز، لاحظوا إنه فعليا لما بنعطى هذا الكومباوند والهدف منه antibacterial effect كان يعمل alkaline urine ويعمل diuresis. هسا ليش بيعمل الكالاين يورين بناء على الميكانيزم اوف اكشن اللي شرحناها قبل شويه؟ يعني كانوا يلاحظوا انه اليورين بيصير الكالاين لما بياخذ الدوغ هذا الدرج. هسه لو بدنا نربطها باللي حكيناه قبل شويه، ليش بيصير عندي اليورين الكالاين لما باخذ هذا الدرج؟ دكتوره لاني قللت خروج البروتون باليورين ضل هو جوا وطلع بداله صوديوم. يعني هي الفكره هون بناء عليها لاحظوا انه فعليا هذا المركب هو فعليا بالنهايه بيشتغل على الكربونيك انهايدريز. الكربونيك انهايدريز اذا عملت له انهيبيشن انا راح اقلل من افراز الاتش بلس باليورين، ومعناها انا قللت تركيز الاتش بلس ديفينتلي ما راح يضل في عندي اسيدك ميديا باليورين، راح تصير شوي وتصير ترتفع وتصير الكالاين.
لأنه بالمقابل نزل عندي الصوديوم وتخلص منه وصار في عندي اللي هو ديوريسيس. لكن فعلياً كمركب إذا بدي أجي أستخدمه هذا المركب as diuretic كانت البوتنسي لو، يعني معناها إذا بحكي لو بوتنسي يعني معناها أنا بدي تركيز كتير عالي من هذا المركب حتى أقدر أحصل ديوريتك إفكت، يعني أحصل أنا بالنهاية إفكت وأنزل الضغط. فعملوا بناء عليها ديفلوبمنت عليه، يعني كانت الفكرة من البداية إنه هذا التارجت تبع الكربونيك أنهايدريز، لكن ما كان في عندي الهاي أفينيتي هاي للارتباط، ما في الكومبليمنتاريتي العالية، فكان الهدف إنهم يزيدوها ويزيدوا البوتنسي. فبناء عليها لو تطلع على يمين السلايد رح تلاقي إنه هدول المركبات كلهم، أنا بحكي عن مركبات موجودين بالماركت يستخدموا as diuretics، الميكانيزم اوف اكشن لهم هي بيعملوا انهيبيشن للكربونيك انهايدريز. فهسه بناء على الستركتشرز الموجودين قدامك، هدول من ناحية بوتنسي لهم هاي بوتنسي على الكربونيك انهايدريز وبيعملوا له انهيبيشن. لو بدي اجي اقارنهم بالمركب الاول، يعني اذا انا بدي اجي احكي كتسميات بالدراج ديزاين، هذا بقدر اعتبره الليد كومباوند. الليد معناها المركب القائد، يعني هذا المركب كان هو نقطه البدايه اللي وجدوا فيها انه هذا المركبات بهاي الستركشر ممكن انه يكون في عندها سيرتن افينيتي ترتبط بالكربونيك انهايدريز، لكن مش افينيتي عاليه انا بدي ازيدها، وبناء عليها عملوا ستراكشرال موديفيكيشن. هاي الستراكشرال موديفيكيشنز نتج عنها هدول الست مركبات واللي يعتبروا جود كربونيك انهايدريز انهيبيتورز وبيعطوا دايريتك افكت وبيقدر المريض ياخذهم ويشتغلوا از انتي هايبرتنسيف دراجز. بناء على المقارنه ما بين الستراكشرز، هسه بدي تطلعوا على الستراكشرز لدقيقه وتقولوا لي شو تتوقعوا كان الimportant structural features for high potency، يعني شو التغييرات اللي أحدثوها بالمركب وبناء عليها صار المركب more potent على الكربونيك أنهايدريز. زدنا lipophilicity دكتورة. طيب من ناحية lipophilicity يعني مش يعني إذا بتحكي هون راحة الأمين مش بنحكي على الفروقات الكبيرة، يعني المركب هون شوي اللي على اليمين أكبر، بس ما ستيل ما بحكي عن مركبات كتير lipophilic، يعني فيها certain lipophilicity تسمح لها تعبر الممبرينز. طبعا بما أني بحكي على diuretics دايما بهمني أنا سير الديستريبيوشن للكدني، وبالتالي بدي يكون في كمان certain water solubility عشان أضمن إنه يشتغل سريعا. إشي آخر طيب غير اللي حكاه زميلكم أحمد، شو برأيكم اتغير على المركب بحيث إنه البوتنسي زادت؟ أو بالبداية لو بدنا نيجي نحكي عشان أسهل عليكم، شو الأشياء الرئيسية اللي حسيتها إنها ظلتها موجودة عندك بالمركبات وحافظوا عليها؟ يعني بلشنا إحنا بالليد ومشينا لهونا، شو الأشياء اللي حافظنا عليها وبتتوقع إنها مهمة للأكتيفيتي إذا مش زمان وجدت معناها المركب مش أكتيف؟ هي سلفار. سلفار. طيب أول إشي اللي هي السلفونامايد. طيب هاي فيهم كلياتهم سلفونامايد. طيب إيش ميزة هاي السلفونامايد لو حدا يحكي لي؟ ايش السلفونامايد هاي؟ هي اسيديك فانكشنال جروب. طيب اسيديك فانكشنال جروب، طيب اذا بنطلع عليها من وين رابطه بالاروماتيك رينج بكل المركبات؟ رابطه من اي جهه؟ البارابوزيشن من جهه السلفون. هي لا قبل البارابوزيشن، هي رابطه من جهه السلفون. فبناء عليها شو بقدر اقول؟ انا بقدر اقول انه انا في عندي ارل سلفونامايد جروب، صح؟ لأنه إذا بتلاحظ فيهم كلياتهم دائما هي رابطة بأروماتيك رينج، فهي أول صفة. طيب الصفة الثانية، أنا في عندي NH2 لكن إحنا بنعرف إنه ممكن يكون في عندي مجال إني أحط ألكيل جروب، لكن الملاحظ هنا إنه كلهم كان في عندهم NH2، فشو معناها بالنسبة لنا؟ شو لازم تكون السلفونامايد؟ الفكرة الثانية إنها رابطة بأروماتيك رينج أول فكرة. الفكرة الثانية هل لازم يكون في عليها substitution ولا unsubstituted؟ لا لازم تكون primary. لازم تكون unsubstituted. فإذا أول صفتين نقدر نستنتجهم إنه أنا هدول المركبات اللي بيشتغلوا على الكربونيك أنهايدريز بدهم يكون فيهم سلفونامايد جروب
وهاي السلفونة مايدي جروب دايركتلي اتاتش تو أروماتيك رينج أو هتيرو أروماتيك رينج. طبعا هون كان بنزين هون صار فيه هتيرو أروماتيك رينج. هاي الرينج هون مش exactly 100% أروماتيك لكن استل فيها يعني at least certain planarity. فبالتالي بشكل عام بدي يكون أنا في عندي أرل سلفونة مايدي جروب. الصفة الثانية اللي بنقدر نستنتجها هنا إنه هاي السلفونة مايدي جروب لازم تكون unsubstituted، حافظنا على وجودها. هسا هاي الصفات المشتركة بيناتهم، هسا بناء عليها شو اختلفوا؟ هم اختلفوا فعليا إيش هي الأروماتيك رينج أو الهيتيرو أروماتيك رينج اللي رابطة عندي بالسلفونة مايد. فبالتالي يعني إذا أنا بدي أجي أحكي بشكل عام شو اللي بدي إياه حتى يكون عندي مركب يعتبر كاربونيك أنهايدريز إنهيبيتر، فمباشرة بقول أنا بدي أروماتيك أو طبعاً هيتيرو أروماتيك رينج. لو بدي أجي أنا أختصر الستركشر رابط بسلفونامايد، السلفونامايد رابطة من جهة السلفون بهاي الأروماتيك رينج، والأن أتش تو تبعت السلفونامايد بدي إياها unsubstituted. فهاي أبسط إشي ممكن أحكيه بدي إياه حتى المركب يشتغل as carbonic anhydrase inhibitor. طيب نيجي هسا على الأشياء هاي ونكمل عليها شو ممكن كمان نستنتج. فإذا الكاربونيك أنهايدريز زي ما شفنا قبل شوي لازم تكون unsubstituted، يعني معناها إذا شفت مركب فيه سلفونامايد كان في عليها substitution من البداية اعمل عليه X لأنه هذا المركب لا يعتبر active. هسا إذا كانت السلفونامايد اللي عندي unsubstituted صار فيها مجال أقدر أقارن ما بين المركبات مين اللي أحسن من الثاني، يعني بدي أقارن بوتنسي. المعلومة اللي بحكي لي إياها هنا more acidic sulfonamide would bind more tightly to the carbonic anhydrase enzyme. هسا بدي يدخل صفة الأسيديتي. هسا السلفونامايد جروب هي أسيديك جروب، لكن هنا عندي هسا كل ما كان more acidic رح يرتبط more tightly. more tightly يعني بيرتبط بقوة أكتر، يعني معناها الكمبليمنتاريتي صارت أفضل. هسا بدنا نفسر ليش وكيف بدي أحكم على المركبات. أول إشي لو نطلع هنا على الرسم الموجود قدامك، هاي هو الاكتف سايت تبع الكربونيك انهيدريز. موجود عندك هون السايت تشينز تبعين الامينو اسيدز اللي موجودين بداخل الاكتف سايت، يعني مثلا هون لما بيحكي لي هيستيدين رقمها 67، هون مثلا هيستيدين رقمها 64، هون في عندي مثلا هيستيدين رقمها 243. وبالتالي انا بحكي على هاي المنطقه تقريبا اللي بده يكون فيها مركبي بده يرتبط. الإشي المميز هنا عندي إنه الكربونيك أنهايدريز يعتبر ميتالو إنزيم. ميتالو إنزيم يعني معناها في ميتال بيستخدمها، وهاي الميتال إلها دور بعملية الكاتاليسز اللي هو بيساويها. هو فعلياً موجود فيه زنك، هاي اللي لونها أزرق شايفينها هاي عبارة عن زنك، وهذا الزنك مش هيك موجود طاير لحاله بالفراغ. إذا بتلاحظ إنه عامل روابط مع ثلاثة هيستيدين، يعني هو مثبت بمكانه في داخل الاكتف سايت عن طريق ارتباطه بثلاثة هيستيدين. هاي بالنسبة لنا هو الاكتف سايت للإنزيم. هاي شو أهمية هذا الحكي اللي حكيت لك إياه قبل شوية؟ لما بيجي عندي مركبي بده يرتبط، أنا هسا بالنسبة إلي بهمني الإنهيبيتر، بده يجي هذا الإنهيبيتر يرتبط. أول صفة اتفقنا عليها إنه هذا الإنهيبيتر بده يكون فيه unsubstituted sulfonamide group. بعديها بنقول إنه كل ما كانت هاي السلفونامايد group more acidic كل ما ربط بشكل أقوى. خلينا بالبداية نمشي فيهم شوي شوي عشان نفهم شو العلاقة ما بين الأسيديتي وما بين strength of binding. لو جينا اطلعنا هون، هاي هي الزنك اللي فرجيتك إياها قبل شوية، لونها كان دائرة زرقاء، وزي ما حكيت لك الزنك ما رح يكون هيك طاير لحاله داخل الاكتف سايت. الزنك مثبت بثلاثة هيستيدين اللي هم يعني الاميدازول رينج، مثبت الهيستيدين بمكان معين. مركبي لما بده يجي يرتبط رح يعمل روابط متعددة، رح يجي يعمل عندي روابط هيدروفيليك، في عندي بارت يكون هيدروفيليك ممكن يعمل اكسترا زي هيدروجين بوند او هاي، لكن اهم رابطة بيعملها اللي هي بتعملها مجموعة السلفونامايد لأنه هي الأساس بهدول المركبات. إذا راحت راحت الأكتيفيتي. ففعليا السلفونامايد إذا بتلاحظ بتعمل هيدروجين بوندينج وبتعمل هاي الرابطة عندي مع الزنك
وكمان هون هيدروجين بوندينج. يعني إذا بدي أحكي على هدول التنتين اللي هون بقول هدول هيدروجين بوندينج. بس في رابطة كتير مهمة اللي هي الرابطة مع الزنك. لو بدي أجي أحكي شو اسم هاي الرابطة إذا مر عليكم قبل هيك إشي زي هيك، شو الرابطة اللي بتتكون ما بين أتوم وما بين اللي هو ميتال كاتايون؟ الرابطة بين النيتروجين هاي والزنك شو اسمها؟ آيا أيونيك. هسا الأيونيك بدي يكون في عندك يعني بوزيتيف مع نيجاتيف أيونيك. يعني لما تقولي مثلا أنا عندي NH بلس NH 3 بلس مثلا مع اللي هي COO ماينس، لا هاي لها اسم آخر. شو اسم هاي الرابطة؟ أيون دايبول رديابول انتراكشن. لا الأيون دايبول يعني معناها دي يكون في عندك أيون يا بوزيتيف يا نيجاتيف، وبدي يكون في عندك بالمقابل إشي بيكون فيه بارشل بوزيتيف بارشل نيجاتيف. طيب ممكن ما عارش إذا مرت عليكم قبل هيك، هاي الرابطة بسميها الكوردينيشن بوند، كوردينيشن واللي هي بيسموها بالعربي الرابطة التناسقية. طيب هاي الرابطة شو بتفرق عن أي إشي آخر؟ هاي الرابطة لو بدك تيجي تشبهها هي تشابه لما نجي نحكي عن مستوى الكوفيلنت بوند، من ناحية إنه أنت في عندك أتومز في إلكترونات، إشي بيعطي التاني إلكترونات. هسا إحنا بنعرف إنه بالكوفيلنت بوند زي كاربون كاربون أنا بيكون في عندي كل أتوم بيقدم 1 إلكترون وبيعملوا هاي الكوفيلنت بوند. الكوردونيشن هون العكس، بيكون في عندك أنت 2 أتومز، واحد من هدول الأتومز بيقدم 2 إلكترونز والتاني بيقدم empty orbital. empty orbital طبعا هي مش بقوة أكيد الكوفيلنت بوند بس عشان أشبه لكم إياها empty orbital. فبالتالي وبتصير هاي الرابطة، فهاي الرابطة التناسقية، فمعناها لازم يكون موجود عندي أتوم عليه lone pair of electrons وبالمقابل بده يكون في عندي أتوم عنده empty orbital حتى تصير. يعني على فكرة لما نجي نحكي مثلا زي لويس أسد ولويس بيس، يعني هذا بقدر أقول إنه لويس بيس فيه lone pair of electrons وهذا بالنسبة إلنا لويس أسد فيه empty orbital. لو اجيت هون بدي اجي اطلع على الكوردينيشن هون اللي هي طبعا البروسيس هاد بنسميه بالكيليشن الاستخلاب، زي لما اذا مر عليكم بالمختبرات لما بتيجي تعمل تايتريش تستخدم اديتا وبيكون في عندك ميتال، الاديتا بتمسك هذا الميتال، هاي الفكره اللي هي فكره الكيليشن الاستخلاب. لو اجيت اطلعت هسه على مركبي الكوردينيشن بوند، هسه مين اللي كان بيشتغل as lowest base واعطاني lone pair of electrons ومين اللي اشتغل as lowest acid وكان هو عنده ال empty orbital؟ برأيكم الزنك هو اللي قدم empty orbital اللي هو كأسيد. الزنك هو كان ال lowest acid اوكي، وبالتالي النيتروجين هو الأسيد ال lowest base. فبالتالي فبناء عليها صار في عندي هذا الانتراكشن. فإذا واحدة من الانتراكشنز المهمة اللي لازم يعملها الانهيبيتر عندي إنه يعمل كوردونيشن مع الزنك. حتى يعمل كوردونيشن مع الزنك بده يكون عنده مجموعة سلفونامايد اتفقنا إنها تكون unsubstituted واتفقنا إنها تكون عندي aromatic يعني مرابطة بأروماتيك رينج. طيب هسا لو بدي أجي أفك أو أفسر ليش، طيب إذا كانت مجموعة السلفونامايد الموجودة عندي بمركبي مور أسيدك مركبي رح يرتبط بقوة أكبر، برأيكم بناء على الحكي اللي حكينا؟ خليني بس أمشي بالسلايد وأرجع عشان الخرابيش تروح، أو هون لو أجينا هاي يمكن أبسط عليكم الصورة. طيب هاي حكيناها، هسا لو أجينا بدنا نربطها بالسترينكث، ليش السترينكث تبع الأسيد يعني strength of acidity of sulfonamide له دور بقوة الارتباط بناء على الحكي اللي حكينا هسه كله قبل شوي؟ شو رأيكم؟ يعني كل ما كان الأسيد السلفونامايد more acidic كل ما ارتبط بشكل أقوى، ليش برأيكم رح يرتبط بشكل أقوى؟ دكتور يمكن يعمل ريزونانس مع السلفونامايد النيتروجين؟ لا هسه النيتروجين لما تكون هي اصلا اسيدك بتعمل مع ريزونانس، بس لا الفكره هون انه انا سؤالي انه هاي الانتر اكشن هذا الكوردينيشن اللي حكينا عنه ليش
مربوط، يعني ليش في علاقة بينه وما بين الأسيدتي تبعت السلفونامايد؟ يعني ليش لما تكون السلفونامايد هاي عندي مور أسيدك بيكون الارتباط أقوى؟ لأنه بخسر الأتش أسهل، فبالتالي يس. فبالتالي هسا الفكرة الثانية اللي بدنا نربطها، الفكرة الثانية إنه فعلياً إنه عندي هاي مجموعة السلفونامايد رح تعمل كوأردونيشن. هسا كل ما كانت مور أسيدك يعني بدي يصير في عندها فرصة أكتر تفقد البروتون، وبهاي الحالة رح يتكون عليها نيجاتيف شارج. وأكيد عندي لما يكون عندي صار يعني فرصة كبيرة إن تتكون هاي النيجاتيف شارج رح يكون في عندي رابطة قوية مع الزنك. فهيك لما بدي أجي أقارن الدرج مع الثاني، كل ما كان الدرج عندي مجموعة السلفونامايد فيه مور أسيدك بهاي الحالة رح يكون عندي الارتباط سترونجر، وبالتالي رح ينعكس عندي إن البوتنسي ده تكون إله أحسن. السبب إنه الكوأردونيشن بوند رح يصير أقوى. يعني دائماً إحنا بنحكي على التكاملية الكومبليمنتاريتي ما بين الدرج وما بين التارجت. هاي الكومبليمنتاريتي هي الاعتماد على وجود الفونكشنال جروب، وبالتالي إن وجدت، لكن كل ما كانت أقوى الارتباط، يعني زي ما بحكي أنا هيدروجين بوند، كل ما كانت الهيدروجين بوند أقوى رح ينتج عنها إنه الأفينيتي أعلى. بنفس الطريقة هون أنا هون عندي كوأردونيشن، فكل ما كان الكوأردونيشن أقوى بهاي الحالة كانت عندي الارتباط أقوى، وبالتالي انعكس على الأفينيتي وعلى البوتنسي. فمعناها الأسيديتي للسلفونامايد مهمة لأنها رح تعمل لي stronger coordination bond مع الزنك. دكتورة هلأ صح الريزونانس بيضعف هاي الرابطة؟ يعني أنا عندي إشي بيقويها وبنفس الوقت عندي إشي بيضعف هاي الرابطة. لا هسا فكرة الريزونانس هي اللي بتحفز إنه يصير عندي هذا المركب يفقد البروتون. يعني أنت فعليا أنت لو شلتي هدول السلفون من هنا بطل عندك هاي الفرصة العالية إنه المركب يكون عندك أسيدك. فهي بالأساس وجود السلفون رح يعمل معاها ريزونانس وهي بالتالي أسيدك. هسا الفكرة إنه هذه كل ما كانت مور أسيدك يعني وبالتالي عندها فرصة أكبر تفقد البروتون at physiological pH، وبالتالي لما يكون في عندك زي كأنك بتحكي زي كيف نسبة وتناسب، صار في نسبة كتير عالية من الأيونايز وبالتالي فرصة كبيرة للارتباط، وبالتالي بنعكس إنه stronger bond رح تتكون، وبهاي الحالة بصير في عندك stronger action وبناء عليها البوتنسي بتكون أحسن للمركب. فبالتالي بالأساس لا، اللي هي الريزونانس هذا إشي أساسي عشان يحسن لي اللي هو الأسيدتي للمركب، لأنه إذا المركب ما فقد هذا البروتون at physiological pH أصلاً يعني رح يعمل coordination بس رح تكون ضعيفة. يعني لو أنا كان في عندي سلفونامايد، هاي السلفونامايد كانت ال pKa لها 10 وليه نعرفها إحنا أوردي للسلفونامايد 10، هسا رح نشوف قديش القيم لهدول المركبات. بالمقابل واحد كانت 7، هسا مين اللي عنده فرصة يعمل ionization كبيرة at physiological pH؟ 7 ولا 10؟ 7. السبعة. وبالتالي في عندي فرصة إنه يكون في عندي نسبة كبيرة من الN minus. هسا لو هاي بتعمل coordination بدون ما يصير لها ionization رح تقدر تعمل coordination إنه عندها lone pair of electrons، بس مين رح يكون أفضل؟ negative charge إجتها ولا lone pair لحالهم هدول؟ مين رح يكون أقوى إنه يعمل coordination؟ negative charge. أكيد negative charge. فلهيك كل ما كان المركب more acidic كل ما كانت عندي فرصة الكوأردونيشن أكتر أقوى، وبالتالي بكون عندي المركب أحسن بهاي الحالة. لو أجينا هسا نطلع على البي كي اي لهدول المركبات. تفضلي. لا لو كان S double bond S كمان نفس الشيء، أنا بزيد قوة الرابطة صح؟ السلفر أحسن كمان من الأكسجين، بس إحنا بنحكي على إشي يعني بالواقع بالأدوية ممكن ما تلاقي S double bond S، بس السلفونامايد موجودة من الجروبس اللي بنستخدمها كتير وموجودة عندي بالأدوية. فلو أجينا هسا على قيم البي كي اي، هذا الجدول مش للحفظ، يعني ما بدي تحفظ قيم البي كي اي، بدي تفهم الفروقات من وين إجت. أول إشي اللي بدي أحكي لك إياه، بالنسبة لمجموعة السلفونامايد بالوضع الطبيعي البي كي اي إلها 10. السلفونامايد يعني حتى الأروماتيك لما نحكي رابطة بالبنزين رينج رح يكون بالرينج تبع العشرة. هسا إذا ربطتها بهتيرو أروماتيك رينج رح تصير مور أسيدك. يعني إذا أنت بدك تيجي تقارن أسيدتي وبتيجي عندك اللي هي
رابطة ببنزين رينج لحالها. هاي بنزين رينج ورابط عليها. راح أكتب يعني SU اللي هي السلفونامايد عشان ما أضطر إني أرسمها. لو كان في عندك هيتيرو أروماتيك رينج رابطة بالسلفونامايد، ولو كان مثلا عندك الستركشر زي اللي شفناه قبل شوية، بس راح أغير لك الجروب بمثال آخر. لو كان في عندي O O راحوا كلهم. طيب نرجع مرة تانية. لو كان عندك بنزين رينج رابط فيها سلفونامايد يعني unsubstituted، ولو كان عندك هيتيرو أروماتيك رينج رابطة فيها سلفونامايد، ولو كان عندك بنزين رينج أروماتيك رينج رابط فيها سلفونامايد وعلى البارا بوزيشن في عندي ميثوكسي جروب. فلو اجيت اعطيتك هاي A وهاي B وهاي C وقلت لك رتب لي اياهم من ناحية البوتنسي او من ناحية مين الاقوى انه يرتبط more tightly للاضعف، فشو حترتب لي اياهم؟ كيف راح ترتب لي اياهم؟ من الاعلى بك للاقل بك. طب انت مش عارف البك، رتب لي اياهم هسا يا ياسر. رتب لي اياهم يا ياسر، يعني عندك احكي لي مين اقوى وحده بتتوقع؟ واحدة عليها اروماتيك والثانيه شو هي؟ هاي هيتيرو. هيتيرو اروماتيك يعني زي مثلا هاي، وواحدة بنزين وعلى البارا بوزيشن في عندي ميثوكسي، كيف هترتبهم؟ بي سي اي. بي سي اي. طيب ياسر رتبهم بي سي اي، مين بده يرتب زي ياسر او مين بده يعاكس ياسر؟ شكرا يا ياسر. في حدا بده يعاكس ياسر؟ انا الدكتورة بقول انه سي اكثر شيء، سي بعدين اي بعدين بي بعدين اي بعدين بي. طيب هاي احمد. اوكي في وانا مثل احمد. طيب وانت مثل احمد. في حدا غير احمد وياسر اللي بده يحكي غير احمد وياسر يعطيني؟ غير احمد وياسر. طيب انا لو انا بدي ارتبهم رح ارتبهم ب، وبالتالي رح امشي مع ياسر، بس بعديها رح اختلف انا وياه A then C. من وين الفكره؟ احنا هنا اذا بدك ترتبهم بدك ترتبهم بناء على الاسيديتي للسلفونامايدز. اذا كان عندك بنزين مقابل هيتيرو اروماتيك رينج، دائما السلفونامايد لما بترتبط بهيتيرو اروماتيك رينج بتكون more acidic لأنه في عندك electron withdrawing effect بسبب الهيتيرو أتوم الموجود. هسا الفكرة الثانية، ليش A أحسن من C؟ فكرة C هي نفس فكرة المركب الأول الليد اللي كان في عندك NH2، إنه هذا الجروب هي electron donating group، وبالتالي electron donating group أنا حطيت لك إياها على البارة يعني by resonance، هي بتعطي قاعدة كثافة إلكترونية للبنزين رينج، وبهاي الحالة رح تأثر بالنهاية على الأسيديتي تبعت السلفونامايد، فرح يكون عندي الأسيديتي للسلفونامايد هون أقل من لما تكون البنزين لحالها، فبناءً عليها رح يكون الترتيب B A C. فإذا أول إشي بتطلع عليه إذا كانت عندك السلفونامايد موجودة وunsubstituted ورابطة مباشرة بالأروماتيك أو بالهيتيرو أروماتيك رينج، أنت حققت الشرط الأساسي إنه المركب بيشتغل as carbonic anhydrase inhibitor. بيجي هسا إذا بدك تيجي تفاضل بيناتهم بالبوتنسي بدك تيجي تطلع على العوامل اللي ممكن عندك تزيد الأسيديتي. فبهاي الحالة إذا كان الخيار بين بنزين وما بين هيتيرو أروماتيك رينج، الهيتيرو أروماتيك رينج رح تكون أفضل من البنزين، يعني رح يكون السلفونامايد اللي رابطة فيها more acidic. هسا إذا بتلاحظ البنزين رينج اللي هنا شو ضعفوا عليها حتى يخلوا البي كي اي 8.3؟ شو ضافوا عليها؟ ضافوا عليها من 2 كلورين، وفي عندك كمان واحدة تانية سلفونامايد. أنا كم واحدة بدي بتلزمني عشان تعمل كوردونيشن مع الزنك؟ بدي واحدة ولا بدي تنتين؟ واحدة. أنا بس بدي واحدة، فبالتالي أنا بتهمني أتليست تكون واحدة، يعني هسا لو التانية هاي كان سبستيتيوتد أنا ما بتفرق معي، أنا المهم تكون في عندي أتليست واحدة
تكون unsubstituted. فبالتالي وجود الكلورين رفع الأسيدتي لهذا المركب. لو أنا هستشلت الكلورين عن هاي الرينج، شو تتوقع الأسيدتي يصير فيها؟ رح تقل، رح تزيد، رح تقل. يعني شو معناها رح تصير قيمة البي كي إيه؟ أعلى. رح تصير أعلى. فبالتالي عشان أنا أحقق شرط الجود بوتنسي، إذا كان في عندي سلفونامايد رابطة مع بنزين، شو بدي أحط على الرينج؟ بدي أحط السلفونامايد. هاي الثاني كمان تعتبر إلكترون وذ دروينج جروبس. فبهاي الحالة بدي إلكترون وذ دروينج جروبس عشان أزيد الأسيدتي. فلو أجيت هنا قارنت، رح تلاحظ إنه الرينج بتراوح ما بين 7 و2 و8 و3. وبالتالي أنا في عندي good range من ناحية الأسيدتي لهدول المركبات، واللي بحفزهم إنهم يصير عندي ويعملوا good coordination. هسا رح تيجي تقولي طب هدول الثمانية وأربعة إذا بدي أجي أحطه at physiological pH، قديش رح تكون فرصة الأيونيزيشن تبعته؟ 99. لا، أيونيزيشن هذا أسد، لازم تكون الـ pH أعلى من الـ pKa. 99 رح يكون بالنسبة لنا أن أيونيز. هسا الإشي الثاني بس اللي يعني كمعلومة إضافية، إنه عادة الـ يعني البروتينز اللي بيكون فيهم زنك تعتبر منطقة الزنك highly polar in nature. يعني هذا المركب already لما يجي يقترب من المنطقة اللي فيها الزنك تقريبا يعتبر إنه كأنه نقصت 4 BKA units من الـ BKA الأصلية تبعته. يعني فعليا هو لما نجي نحكي بالات physiological pH، الـ BKA ما بتتغير طبعا، هي ثابتة للمركب، لكن لما بيجي بيقترب من الزنك، رح الزنك وجود الزنك واقترابه منه رح يحفز إنه هذا المركب يفقد البروتون بشكل أكبر، زي كأنك بتقول إنه الأسيدتي له ارتفعت ما يقارب الـ 4 units. يعني زي كأنها وصلت البي كي اي له 3 و4، وبالتالي فرصته انه يفقد البروتون عالية جدا بسبب اقترابه من الزنك. فبالتالي حتى الثمانية والأربعة اللي ما رح يكون ionized at physiological pH، بس متى ما دخل على الاكتف سايت للإنزيم واقترب من الزنك، بس مجرد هذا الاقتراب رح يحفز انه يفقد البروتون بسهولة، لانه الزنك بطبيعته يعني البولاريتي اللي موجودة بهديك المنطقة بتخلي المركب behave as it's more acidic، يعني زي كأنه أكثر أسد من الوضع الطبيعي تبعه. وبالتالي بالنهاية كلهم هدول المركبات رح يصير لهم ionization، وبهاي الحالة رح يعملوا good interaction with zinc. حس لو بدي أجي أنا أقارن، لو قلت لك مثلا هذا المركب وهذا المركب بناء على قيم الـ BKA، مين اللي بده يرتبط بشكل أقوى؟ 7.2 ولا الـ 8؟ المور أسيدك اللي هو الأقل، الأقل بي كي 7.2. لكن فعليا أنا هسا بالنسبة إلي هاي الأرقام ما بدي تحفظها، بدي بس تميز الأشياء بناء على اللي حكيت لك إياهم، الأشياء اللي حكيت لك إياهم، وصير تقارن ما بين هدول المركبات حتى تقدر إنك تصل إلى مقارنة البوتنسي. وأي واحد ما بنطبق عليه الشروط الأساسية من البداية بتشطبه، وبالتالي ما بتقارن فيه. يعني إذا واحد عندك substituted مونو سبستيتيوتد، ما باجي بحطه بالمقارنة، لأنه بالأساس خلص هذا مركب inactive لأنه صار في عليه سبستيتيوشن على السلفونامايد. لازم ما يكون فيه سبستيتيوشن، لازم تكون أن اتش 2. فبالتالي تفضلي دكتور، بس على السلايد اللي قبل، الدايكلوروفينامايد اياها اللي بتكون لها البي اتش 8.3 اليمين ولا اليسار؟ السلفونامايد حتكون هاي اليسار، اللي على اليسار اقرب للسي السي ال افكت تبعها بيكون اقوى. يس. طيب هسه بناء عليها لو بنجي نعمل سمري للي حكينا، مور اسيدك سلفونامايد وود بايند مور تايتلي تو ذا كاربونيك انهايدريز انزيم، هذا الشيء اللي حكينا. بناء عليها ممكن احكيها بلغه ثانيه، مور اسيدك سلفونامايد هاز هاير افينيتي فور كاربونيك انهايدريز انزيم. Higher affinity of the drug to the target, tighter interaction. والaffinity زي ما حكينا بتعتمد على molecular complementarity between drug and target اللي هي التكاملية. وبالتالي بقدر أقول بنفس يعني الطريقة hypotensive. يعني معناها إذا أنا سألتك the most potent أو the most tightly bound أو the compound with the highest affinity، كلهم
يعني زي كأنك بتحكي على سينونيمز بيأدوا نفس الغرض يعني، فممكن تنسأل بأي طريقة من هاي الطرق. طيب نيجي هسا على مفهوم اللي هي التوبيكال اللي تستخدم بالآي دروبس. هسا احنا حكينا انه ممكن انا استخدم الديوريتكس لعلاج الجلوكوما ارتفاع ضغط العين، والكاربونيك انهايدريز انهيبيتر يعتبر واحدة من انواع الديوريتكس اللي بيستخدموها لعلاج الجلوكوما واللي بتتاخد عندي أورالي، لكن بالمقابل كمان في عندي آي دروبس. لو اجينا على المركبات الموجودة عندي هنا وطلعنا على اللايبوفيليسيتي إلها، لو طلعت على المركب من ناحية اللايبوفيليسيتي وين بتلاقي أقل إشي باللايبوفيليسيتي موجود عندي؟ يعني مين the most hydrophilic المقصود يعني؟ الأسيتازولاميد. أسيتازولاميد ماينس 0.26. شو في كمان عندي إشي بالماينس يا ياسر؟ أنا في اللوج البي موجودة البرينزولاميد. في عندك اليوم الاثنين اللي تحت، هدول يعتبروا أكتر إشي هم هيدروفيلك. هدول المركبين اللي موجودين تحت يستخدموا as eye drops لعلاج يعني، وفي الأسيتازولاميد بيستخدم كمان حبوب الأسيتازولاميد، لكن هدول مينلي بيستخدموا as eye drops. لو تطلع على اللايبوفيليسيتي إلهم رح تلاحظ إنهم هم less lipophilic من كل المجموعة اللي فوق، يعني هدول التنين اللي تحت هم less lipophilic من المجموعة اللي فوق. هسا فعلياً شو الهدف هنا من يعني العلاقة باللايبوفيليسيتي؟ أول إشي حتى نضمن إنه الدرج يعبر الكورنيا وبالتالي يشتغل توبيكالي على العين لازم يكون فيه certain lipophilicity، لأنه نحن بالنهاية بنحكي على سيل ممبرين وعبوره، وبالتالي لازم يكون فيهم certain lipophilicity. لكن فيهم طبعا هدول المركبات صحيح هم هيدروفيليك، لكن اللايبوفيليسيتي القليلة الموجودة فيهم تعطيهم فرصة انهم يعبروا الكورنيا. بس الفكرة ليش انهم عملوهم more hydrophilic، واللي هي كانت فكرتهم من اضافة الامين اللي هون. اذا بتلاحظ بكل المركبات اللي مرت قبل هيك لو طلعنا على الشروط الرئيسية aromatic sulfonamide unsubstituted رابطة فيهم كلياتهم، في عندك هاي الأروماتيك رينج with different substitution، وبالتالي الشروط الرئيسية موجودة. هدول المركبات إذا بتلاحظ فيهم زيادة فيهم أمين، والأمين فعلياً كان الهدف منه إنه يزيد عندي الهايدروفيليسيتي للمركبات هدول، من فكرة إنه ممكن هدول المركبات لو حولتهم للسولت، إذا أنا حولته للسولت شو بالتالي رح يزيد عندي؟ هل رح تزيد الووتر سوليبيليتي ولا الليبت سوليبيليتي إذا أنا عملت المركب سولت؟ ووتر سوليبيليتي. الووتر سوليبيليتي. فكانت الفكرة بهدول المركبات لما إجوا يعملوهم as eye drops عشان أضمن إني أنا أعمله بفورموليشن ما أضطر أستخدم يعني مثلاً سواء يعني إكسيبيانس أو أستخدم pH بحيث إنها تكون مش ملائمة للعين، لأنه إذا أنا بدي أحول السلفونامايد، لو تتخيل بك تحول السلفونامايد لسولت، السلفونامايد رح تحتاج قيمة pH دائما بديها أعلى، يعني بدي أنا أحطه ب pH أعلى حتى يصير سولت، وبالتالي أقدر إني أنا أزيد الواتر سوليبيليتي إله. وبهاي الحالة ممكن هذا ما يأثر على المريض، إنه يعني إذا بتاخد أنت قطرة ال pH قريبة من ال pH تبعت العين ما رح تحس أنت يعني مثلا بوجع أو بوغز، وبيكون الكومبليانس عالي عند المريض. لكن إذا استخدمت البي اتش كانت في فرق كتير كبير سواء هايلي أسيتك أو هايلي بيسك، رح يكون يحس المريض في مشكلة لما بياخد هذا الدواء. فبالتالي كل الكاربونيك أنهايدريز اللي بيحولوهم كانوا لتوبيكال اللي استخدموهم لآي دروبس كان يحاولوا إنهم يضيفوا فيهم بولر جروبس أو أيونيزابل جروبس بحيث إنه يضمنوا إنهم يعملوهم as water soluble solutions بدون ما إنهم يضطروا إنهم يعملوا pH ما تكونش مناسبة للعين أو يستخدموا solvents أخرى. فبناء عليها هاي الأمين كانت واحدة من الخيارات، إذا حولتها لصولت بهاي الحال سهل تتحول، الأمين يعتبر basic moiety وبالتالي سهل تحولها لصولت، رح يكون more water soluble وبالتالي بتضمن أنت إنك تعمل قطرة العين كeye solution pH تكون مناسبة وconvenient قريبة من pH للعين. فكان هاي الهدف منها، لكن still حتى لو كانوا هدول المركبات more قلنا hydrophilic لو طلعنا على قيم log B ومش للحفظ هدول، لكن حكينا فيهم certain lipophilicity بتسمح لهم انهم يعبروا الكورنيا وبالتالي بيشتغلوا، لانه بالنهاية انا بدي
بالعادة قطرة العين معروف في جزء بسيط جدا يدوب 1% هو اللي بصير له بيرميشن وبيشتغل وبالتالي بيعطيني الإفكت المطلوب منه. فهون الفكرة إنه زدنا الهايدروفيليسيتي عشان أعمل آي دروب سوليوشن. طيب لو أجينا على هذا السؤال, which of the following carbonic anhydrase inhibitor has the highest binding affinity to carbonic anhydrase enzyme؟ بناء على اللي شرحناه كله أعطيني الجواب, يلا فكروا في دقيقة وأعطوني الجواب. شو رأيكم؟ اي دكتورة؟ اي واحد ايش هو؟ اي اول واحد اي مستثنى. طيب خلينا نحن بدنا نشوف اكثر من حدا جواب. طيب في هون زميلتكم بتحكي ايه, طيب في حدا زيها او في حدا بخالفها؟ انا سي 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 سي. طيب سي في جواب اخر؟ طيب اللي جاوبت ايه ليش جاوبتي ايه؟ لانه مربوط بهيتيرو سايكليك وبعدين مربوط ببنزين في عليها فلور وكمان سي. طيب اف 3 هدول كمان كلهم الكترون ويدروينج فبيسحبوا منها. مين اللي بيحكي قاعد؟ ايش اسمك؟ ايش اسمك؟ مين اللي حكت لي؟ هناء صح؟ هناء اللي كانت تحكي؟ ايه دكتورة. طيب يا هناء لو تطلعي طيب على ايه احنا شو حكينا الشرط؟ هلأ انتبهت مو مربوط مباشرة مع الأروماتيك. اسف طيب فبالتالي ايه ما بزبط نستثني. طيب صح اللي جاوبوا سي. اوكي الجواب الصحيح هو سي. طيب مثلا هنا ليش استثنينا اللي هي بي؟ لأنه أروماتيك مرتبط بأروماتيك. لا هي لا حتى لو كان مرتبط بأروماتيك that's fine, بس لا ننسى إنه الأروماتيك شو في عليها؟ في عليها سلفونامايد ورابطه من جهة النيتروجين. فهون شو بدي أجي أفكر إنه هاي النيتروجين رح تشتغل as resonance generating group وبالتالي رح يكون من ناحية potency قليل لأن هون لأنه بدي the highest binding affinity. يعني لو بدي أفكر بهذا المركب هل في عنده فرصة إنه يرتبط؟ يعني لو افترضنا إنه هاي البلك جروب اللي هون في إلها مكان تدخل فيه, هل هذا المركب ينطبق عليه شروط الكربونيك أنهيدريز إنهيبيتر؟ بنطبق ولا ما بنطبق؟ شو رأيكم؟ بنطبق بس ضعيف يعني. بنطبق بس هنا لأنه هنا السؤال ما كان يقول لي مين من هدول يعتبر كاربونيك أنهيدريز إنهيبيتر. شو كان سبيسيفيك السؤال؟ The highest binding affinity. فمعناها بما أنه هدول بينطبق فبدي أجي أقارن ما بين السلفونامايد هاي وبين السلفونامايد هاي. فهنا أنا في عندي إلكترون with drawing group وهي هتيرو أروماتيك, هون مرتبطة ببنزين رينج with its, which is fine ما في مشكلة إن تكون رابطة ببنزين رينج. بس شو في زيادة عليها؟ إنه في نيتروجين تشتغل as electron donating group. يعني هي صحيح جزء من السلفونامايد بس هي رابطة مباشرة فبالتالي في مجال إنها تعطي بالريزونانس. وبهاي الحالة وجود electron donating group رح يضعف المركب من ناحية الارتباط. ليش؟ لأنه رح يخلي السلفونامايد group less acidic وإحنا حكينا more acidic هي اللي بترتبط with highest affinity. رقم دي ليش استثنينا؟ لأنها branch لأنه already مش unsubstituted, لازم تكون unsubstituted. فمعناها أنا لو أجاني بالامتحان رح ألغي خيار A وخيار D مباشرة وبصفي عندي خيار C و B. فبهاي الحالة هون بتبلش المفاضلة, بصير أنا أطلع على الستركشر وبناء عليها بما أنه طلب الـ highest binding affinity معناها بدي أروح أطلع على الأسيديتي. شو العوامل اللي زادت الأسيديتي أو شو العوامل اللي قللت من الأسيديتي؟ فبالتالي الجواب عندي هو C. دكتورة تفضلي. صح لأني اللي بمركب سي كمان تعمل ريزونانس؟
ايش اي واحدة؟ نيتروجين بالهيترو اتومز بسي. النيتروجين هنا هي بالنهاية اوكي، بس هي الكترون وذ دروينج جروب، يعني اوريدي لو بدها هون اللون بير مش داخلات اصلا. يعني اذا بنرجع على اساسيات الاورجانيك، هدول اللون بير اوف الكترونز ما بدخلوا من ضمن الريزونانس لانها موجودين ب اس بي 2 اوربيتال. البي اوربيتال اوريدي هو موجود من ضمن هدول الالكترونات اللي هي الباي كلاود، وبالتالي حتى هاي النيتروجين اوريدي هي جزء من السايكل، فهي فقط رح تسحب اندكتيفلي. فبما انها بتسحب اندكتيفلي، وهون انطبق شرط اصلا، هي فكره الهيتيرو اروماتيك رينج، من هون اجت الفكره. حكيت لكم هيتيرو اروماتيك رينج بتكون مور اسيديك، ليش؟ لانه بالاساس انت لما تحط هيتيرو اتوم سواء نيتروجين اوكسجين سلفر، انت في عندك فرصه تسحب الكترونات، واكيد النيتروجين والاكسجين افضل من السلفر. فبالتالي هون اجت فكره انه الهيتيرو اروماتيك رينج السلفونا مايد اللي رابطه فيها رح تكون عندي مور اسيديك من اللي بتكون عندي رابطه مباشره باروماتيك رينج. اذا بدي اخليها رابطه باروماتيك رينج بحط الكترون وذ دروينج جروبس. فبالتالي الفكره هون انه انت في عندك هيتيرو اروماتيك رينج، وبنفس الوقت شو في زياده كمان، في عندي الكترون وذ دروينج جروب هون، وفي عندي كمان هاي بعتبرها الكترون وذ دروينج جروب. وبالتالي شرط ان تكون هالي هايلي اسيديك موجوده، مور اسيديك ذان بي، يس، وبالتالي رح تكون ترتبط وذ هاير افينيتي ذان بي. وضحت الفكره هون دكتوره؟ بي ليش لا؟ مش بي ليش لا، بي مش انا ما مش استثنيناها، دي 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 هي سبستيتيوتد، خلص دي سبستيتيوتد. الشرط لازم انك تشوف ان اتش 2، هذا الخط معناه اذا بدي اكمل لك الرسمه سي اتش 3، وهذا الخط هو سي اتش 3، وبالتالي راح الشرط، لازم تكون unsubstituted، لازم أشوف NH2 ولازم أشوفها رابطة مباشرة بأروماتيك رينج. وبالتالي ببلش أول شيء بتبلش فيه بتطلع على structures، بتدور على سلفونامايد موجودة unsubstituted أوكي، رابطة مباشرة بأروماتيك أو هيتيرو أروماتيك رينج أوكي. بعدين ببلش أفاضل بيناتهم، المفاضلة بناء على الأسيديتي. كيف بدي أفاضل بناء على الأسيديتي؟ more acidic electron with a drawing group hetero aromatic ring بتزيد الاسيديتي، electron donating group بتقلل الاسيديتي بالمقابل، وهكذا. دكتورة تفضل. بس بخناك على السؤال هسه، بالسؤال طبعا. اللي قبل لو كانت دي مكان الان NH2 بتكون هي اعلى شيء؟ وين دي؟ هنا؟ ايش طبعا. ايش اللي بدك الخيار NH2؟ مكان الان انه هاي ايوان مش تفرع عن اش 2 تكون. طيب اوكي، زميلكم بيسالني هسه لو كان نفترض انه الخيارات اللي موجوده عندك A لغيناها خلص، عندنا B وC وD، وكانت D مش صب يعني هي كانت unsubstituted زي ما انا رسمت لك اياها هنا، هل D رح تكون افضل من C ولا مش افضل برايكم؟ شو رايكم؟ لا بضل C نفس الجواب، رح تضل C. ليش رح تضل C يا ياسر؟ لأنه في عليها CLD وفي هيتيرو أروماتيك رينج برضه، يعني هذول أقوى من الأس و yes. هاي هيتيرو أروماتيك وهاي هيتيرو أروماتيك. لو بدنا نروح مور سبيسيفيك، أنا في عندي نيتروجين وفي عندي سلفر، مين اللي عنده قابلية تسحب إلكترونات أكتر؟ النيتروجين. الزيادة هون شو في عندي أنا؟ في عندي اللي هو CL جروب موجودة على نفس الأروماتيك رينج، هاي كمان رح تسحب إلكترونات. فبهاي الحالة رح تضل C أفضل من D. فإذا بدي أجي أرتبهم رح يصير C، بعدين رح تكون D، وبعديها بتصير B. طبعا هاي في حال إنه هاي كانت NH2 بناء على اللي سألوا زميلكم. أوكي؟ طيب هاي بالنسبة للكربونيك أنهايدريز. بس اللي بدي أحكيه عن الكربونيك أنهايدريز من ناحية الإفكاسي تبعها كديورتيك، يعني هي لا تعتبر من الديورتيكس القوية. يعني إذا بدي أحكي أنا عن مدرات بول، هي لا تعتبر من مدرات البول القوية، يعني في مدرات أقوى منها وحاولوا إنهم يطوروا عليها. هسا لو بدنا نيجي نفسر ليش هي من المدرات البول مش القوية مقارنة بالمدرات الثانية، لو أجينا رجعنا للسايت أوف أكشن تبعها، هي وين بتشتغل فعليا؟ هي حكينا هو أصلا الكربونيك أنهايدريز مينلي موجود بالبروكسيمال كونفوليوتد تيوبيول. يعني إذا أنا هنا منعت عملية اللي هي الووتر ري أبزوربشن،
لخليت الصوديوم يضل موجود بالليمون وبالتالي الوتر يطلع معه. فعلياً أنا هون عملت زيادة باليورين فورميشن، لكن وين بتصفي المشكلة برأيكم؟ ليش هدول المركبات كديوريتكس ما بيكونوا قويات؟ شو ممكن يكون السبب؟ دكتورة؟ تفضلي. دكتورة، ممكن إنه كمية الصوديوم يلي بيصير لها ري أبسوربشن من البروكسيمال بتكون قليلة، يعني مش كفاية لحتى إنها تخفف لي الضغط بالقدر اللي بده إياه البيشنت. هي فعليا يعني هسه لا، هي نفس الفكره بس بطريقه ثانيه. هسه انا هون منعت، يعني انا لما اشتغل هذا المركب انا منعت باول مرحله، سوري، منعت باول مرحله بالبروكسيمال تيوبيول، لكن انا الصوديوم اللي منعته يصير له ري ابزوربشن بالبروكسيمال تيوبيول، وين رح يرجع مره ثانيه ممكن يصير له ري ابزوربشن؟ رح يكون في كومبنساتوري ميكانيزم، صحيح؟ يا رح يكون في عنا لسه المي رح تنزل، ما هو رح يكمل عندي اللوب اوف هنلي وهو منطقة بصير فيها امتصاص جزئية كتير كبيرة من المي، ونفس الشيء بصير فيها استرجاع للصوديوم، ونفس الشيء في عندي الديستال تيوبيول وكوليكتينج داكت. ففعليا هدول المركبات يعني حتى لو انا في جزء كبير من المي منعت امتصاصه بالبروكسيمال تيوبيول، رح يصير له امتصاص مرة تانية أو reabsorption مرة تانية بالمناطق التانية، يعني لسه بده يمشي على مناطق تانية. فمن هنا إجت يعني الفكرة إنهم هم أوكي مدرات، بس بدي أقارنهم بمدرات تانية later on رح ناخد عنهم، لا هم بيكونوا أضعف منهم من ناحية اللي قابلية الديروسز اللي بيعملوها، لأنهم أصلا بالمكان اللي بيشتغلوا فيه لسه في مناطق تانية بيصير فيها reabsorption للووتر، فممكن اللي منعته أنا يمتص فوق برجع مرة تانية بيصير له reabsorption تحت. أوكي، فبهاي الحالة أنا بكون أنهيت المحاضرة، خلصنا الكربونيك أنهيدريز إنهيبيترز.